السلام عليكم خوتي اخواتاتي، نتمنى تكونوا بخير على خير وان شاء الله في احسن حال. المهم اليوم جيت باش نشارك معكم تحليه بسيطه وسريعه وسهله وتتوجب بواحد السرعه. مهم بالنسبه للمكونات هي كالتالي: عندي هنايا اطر ديال الحليب، غنحتاج كذلك 3 المعالق ديال النشا، او لو قلت 3 المعالق ونص. عندي 2 ساشيات ديال الكاكاو، وعندي 4 المعالق ديال السكر. اول حاجه غنديروا هاد النشا هنايا، حنا كنخويو وفي نفس الوقت كنحركو. بالنسبه للحليب يكون بارد، نضيفو كذلك 4 معالق ديال السكر. خلطوا المكونات كلها كما كتلاحظوا معايا، نضيف كذلك الساشية ديال الكاكاو، خلطوا الكل مع بعضياته حتى يتجانس. من بعد غادي نديرو فوق بوطة اللي مهيلة، نبقاو تنحركو بشويه بشويه حتى كيختار، كتولي هذيك الخليط عندنا عاقد كل. ها هو هنايا الحليب تيغلى مع داك الكاكاو والسكر، عفوا داك الكاكاو ومايزينا وكذلك السكر، هو تيسخن حنا تنحركو ونبقاو بالطريقه هذه. كما كتلاحظوا معايا هذا هو الخليط بعد ما وجدتوش على هذا الشكل هذا. دابا غادي نديرو في الكؤوس ومن بعد نجيو نشوفو الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه بعد ما وجدتو، درتو في الثلاجه خليتو حتى ابرد، جا على هذا الشكل هذا. مهم كيجي غزال ولذيذ وكيوجد في واحد الوقت اللي وجيز. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وكما كنقول لكم دائما ما تنساوش تابوناو معايا. بالنسبه للناس اللي يدخلوا عندي اول مره خليوا لايك وكومونتير وبارطاج الى عجبكم الفيديو. مهم تهلاو في راسكم وان شاء الله نتلاقاو في نهار جديد وفيديو جديد. السلام عليكم.